خويا انا دويت على السيل بالحدود، ما دويتش على السيل اللي تقدر تشبه به بالنساء، مع احتراماتي ليها اخي، فهمتي؟ يعني كتبقى خليقه ديال ربي وهو هكاك. اش نقول لك اخويا، السيل كيبقى قلت لك كما كيكون في الحدود، يعني كيلبس واحد السيل اللي قاوري ولا السيل اللي من حقك انت، اما باش تلبس تكشيطه ديال عيالات ما تجيكش اخي. انا بعدا ما اسمح لي اخي، ما نقدرش نقول شي، ما نقدر لا نعاير ولا والو، حيت كتبقى حياته هذيك ويدبر راسه، غير هو التكشيطه جاتني انا ما السيل ما والو، والميكاب والماكياج والعكار وداكشي، ما داكشي خلينا للبنات. علاش هذيك كتسمى الزينه؟ يعني بنت كتزين راسها باش كتبان زوينه، باش كتعطي واحد النظريه وواحد الجمال برا، ما باش دري يلبس تكشيطه. خويا انا ما معاش هادشي، وخا كنحترم اي واحد واي وحده، الدوما مالو اودي شويه السميه بعدا تعرفوا شنو كاين اخي. يعني هذاك اخويا ما تصنفوا في السيل، ما غتصنفوا في حتى شي حاجه. علاش؟ حتى شي تيمس في الديانه ديالنا اخي، تقول لك تشبه بالنساء وتشبه بالرجال. دابا اش نقول لك اخي، تشبه في النساء راه ماشي يعني غتربي شعرك ولا غدير بيرسينغ ولا غدير شي لعبه غتسمى تشبه بالنساء. تشبه بالنساء بحال اش؟ بحال تلبس تكشيطه، بحال تلبس المزيار، بحال اش نقول لك، بزاف د الحوايج، فهمتي؟ انا ما نقدر نسب حتى شي واحد وما نقدر نعاير حتى شي واحد. علاش؟ حيت تبقى ربي اللي تيخلص، وتبقى هو اللي بغى داك الشيء، يعني يدبر راسو. و شنو نقول لك اخي، اللي تيلبس تكشيطه ولا كولون ولا انا بدا ما تنحسبوش من تنحسبوش بعدا من السيل، انا اللي نقدر نقول السيل ولا دري ولا دريه ولا يدبر راسو بينو وبين مولاه اخي. ما انا ما نقدر لا نعاتبو ولا نحاسبو، حتى شي واحد ما يقدر يحاسب شي واحد على شي حاجه كيديرها، ربي اللي كيحاسب، وهو خصو ينبو ضميره وعارف شنو كيدير. وهادشي اللي كاين.